شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتصفت المباراه بتقدم نادي الاتحاد 38-34. ارجع لضيوفي المنورين في الاستوديو، كابتن محمد السلعاوي، كابتن طاهر رجب. كابتن محمد، ابتدي مع حضرتك، رايك ايه في الفتره الاولى والثانيه؟ الفتره الاولى والثانيه اعتقد ان مستر جوستي فاجئنا ان هو لعب زون ديفنس من بدايه المباراه، وهو ما كانش متعود الاول يبدا المباراه مان تو مان. كانت طبعا دي ممكن يكون شغل تكتيك بالنسبه للمدرب. اعتقد ان الاتحاد كانت ماشيه كويس يا كابتن موضوع الزون ده، ولا ما كانش من وجهه نظر حضرتك؟ كان ماشي كويس تمام. اعتقد ان الاتحاد تفوق في نقطتين، في الثلاثة بونت وفي فاول شوتنج، كان هناك تركيز اكتر من فريق ست ثلاثات تقريبا يا كابتن حطهم الاتحاد. اعتقد الاهلي والتر ووج قام بم... يعني نجم الشوط الاول والثاني النادي الاهلي، ويوسف شحاته من الاتحاد السكندري برضه حط حوالي 10 12 بونت من السكور. اعتقد ان الاثنين مدربين محترمين الفرقتين، مدرب الاتحاد محترم فرقه الاهلي، ومدرب الاهلي محترم فرقه الاتحاد. الاثنين بيلعبوا بكفاءه عاليه جدا جدا، وحتى التغييرات وبينفذ طريق الاربعه القصير، ينزل له اربعه قصير، طويل عمر طارق ينزل له بيبو. يعني في شغل التكتيك عالي جدا جدا، لكن اعتقد الشوط الثالث والشوط الرابع هو هتبان فيها مقدره اللعيبه على مين يقدر يفوز. نعم، إن شاء كابتن الله. طاهر نتمناها للاهلي باذن الله. اشكرك يا كابتن محمد. كابتن طاهر، راي حضرتك في الفتره الاولى والثانيه، خاصه ان هي شهدت في الاول تفوق اهلاوي، بعد كده نادي الاتحاد عمل كامباك ورجع، شايف المباراه كانت ماشيه ازاي في النهايه يا كابتن طاهر؟ انا في النهايه اعتقد ان الماتش ايكوال بشكل واضح، و ما تقدرش تتوقع. يعني انا طبعا زي ما قلت ان هو احنا كلنا ثقه في الاهلي ان شاء الله باذن الله يحسم المباراه لصالحه، انما الماتش ايكوال ومش واضح معالم مين يكسب برضك لغايه دلوقتي. انا شايف ان برضك مشكله اللعيب نمره 4 في الاهلي مما ادى ان هو قبل ذكرت انت قبل كده هو حضرتك انه بيلعب عمر عمرو الجندي بس صدق يا كابتن دي جت ميزه النهارده. يعني والله العظيم جت ميزه ان نادي الاتحاد نزل له شوشه ولعب اغلب اوقات الفتره الاولى والثانيه من غير مركز اربعه خالص، من غير مركز اربعه. يعني انت اجبرت نادي الاتحاد فنيا انه يمشي على سيستمك بالزبط. ولما نزل هيثم كمال عمرو زهران لعب مرتين ودخل حط باسكت، لان عمرو زهران ساعتها كان الاربعه. لانك انت لما تنزل واحد قصير يمسك عمرو جندي فهيضطر عشان يطلع معاه بره، لان هو شويت. صحيح، وهي دي الفكره بتاعت انك انت بتلعب تقريبا بفيفورت واحد، يعني بالظبط انت فرضت اسلوب لعبك على الخصم. ده نجاح في حد ذاته يا كابتن. طبعا، بس النهارده يا كابتن ايهاب امين حتى الان مش ايهاب امين، لا مش ايهاب امين، ومتسرع شويه في يعني. بس يمكن لا يمكن انا يعني ايهاب امين حاسس ان عليه كمان دفاعات قويه جدا يا كابتن. دفاعات قويه، لاول مره اشوف ايهاب امين بيدافع عليه كده. وانا لما يبقى عندي يعني عليا دفاع قوي خلاص اطلع الكره ادي حد ثاني، ادي حد ثاني لغايه لما افضى. وهو ده اللي يعني اللي المفروض يتعمل من اي لاعب بيحس ان هو مضغوط. طالما نعم. مضغوط خلاص اكيد يعني مثلا لما بيحصل دبل تيم اكيد في واحد هيفضى. يعني لما صحيح يبقى عليا اثنين اكيد واحد هيفضى، يبقى في ديفنس ثلاثه والاوفنس اربعه، ادي الرابع ده اللي يفضى اداي له الكوره. يعني دي الملامح بتاعت الماتش، ان مش هنعرف مين اللي. وبعدين في اصابه دلوقتي تم عند بيبو. اتمنى له السلامه يا رب. اتمنى له السلامه يا رب ان شاء الله. بس كابتن هيثم المفروض ان دفاعات النادي الاتحاد مع المدرب الالماني دفاعات متغيره ومدافعات قويه جدا، دفاعات سواء مان او زون دفاعاته قويه جدا. صحيح صحيح يا كابتن. وكمان بيعتمد على هذا النوع. النهارده لما نادي الاهلي يحط 34 بونت في 20 كوارترين بس، خلي بالك مع الدفاع ده انا شايف انه برضه نجاح للنادي الاهلي. 17 بونت في الكوارتر مع الدفاعات دي، لا ده نجاح للنادي الاهلي. في وقت ايه انت ما حطيتش غير ولا 3 بونت في وقت غير واحد عمرو جندي حطها. الفرقتين ما قدروش يسجلوا،
فبقى قلل من كفاءة ودفاعات النادي الأهلي الاثنين. لا طبعا الاثنين بيدافعوا جامد لكن الأهلي كان بصفة مستمرة بيدافع جامد، لكن الظاهر عند الاتحاد الدفاع القوي. الأي هو الفرقتين دفاعا وهجوما تقريبا إيكوال متساويين. صحيح. هو اللي فارق الفاول شوتينج بس. طب هقول لحضرتك بأمانة يا كابتن، فنيا هسأل حضراتكم سؤال الإجابة أهلي أو اتحاد، أيهما أفضل فنيا في الكوارتر الأول والثاني من وجهة نظر حضرتك يا كابتن سلاوي؟ اتحاد. كابتن طاهر. اتحاد. طب أقول لحضرتك حاجة بقى، أنا يعني معلش أنا آسف حضرتك يعني كابتني وأساتذتي، أنا شايف الأفضل فنيا للأهلي. ليه؟ الأهلي النهاردة طلع 4 بونت في وقت الاتحاد جايب 5 أو 6 تلاتات، يعني في سلاح مهم للاتحاد الأهلي ما حطوش 3 بونت حتى الآن ما مشيتش، فاول شوت مجلي 8 و9 فاول شوت. يعني هو في الأوفنس من تحت الباسكت أو يعني من غير 3 بوينت ده يعتبر أفضل رينج أو أفريج عالي. بالظبط يا كابتن. أنا قصدي إيه يعني، طبعا إحنا يعني كلام حضراتكم 100% صح ووجهة نظر مظبوطة، بس أنا ببص من منظور تاني. أنت حضرتك كمذيع بتبص من منظور الفاول والثري بوينت. بالظبط. لكن إحنا بنحلل توتال التوتال بتاع الشوط الاول والثاني، لان انا على يقين ان هيتغير في الثالث والرابع، هتقلب الدفع لصالح النادي الاهلي. طب شايف يا كابتن هتفضل نسبه التصويب؟ لا ما اعتقدش. هو مش طبيعي، ما اعتقدش. مش ده النادي الاهلي. في ملعبك تحط 3 بونت من 10 يعني نسبه 10%، دي مش الطبيعي. لا ولا الفاول شوتنج طبيعي كابتن، لان احنا بنشوف التمرين كل يوم انا والكابتن طاهر. لا النسبه اعلى من كده بكتير. كابتن طاهر شايف ان النسبه هتفضل وهتتحسن، لو اتحسنت نكسب المباراه ان شاء الله. شايف طبعًا النسبه هتتحسن؟ طبعا لو النسبه بتاعه ده ملعبنا نمره 1، واعتقد ان لو قدرنا نضرب الديفنس بتاعهم بصوره او باخرى ويبقى فيه فري شوت، يعني الواحد يقدر يشوت وهو بعدين احنا فاضيين سلاح برضو. اتفضل يا كابتن سلاح. وزي ما حضرتك قلت ان الاتحاد تملي بيتميز ب3 بونت يعني، وفي نفس الوقت برضك انت قلت ان هو الافريج بتاع السكور بتاعنا من غير النسبه عاليه في 3 بوينت يعتبر انجاز. لا ممكن والفري ثرو كمان، ده مش فاول شوت بس، ده الفري ثرو كمان. انت مجلي 9 و3 بونت، لو جبت لو قلنا جبت من 9 دول 4 وجبت من 3 بونت 2 كان زمانك 10 بونت. انت يعني معلش بس تظبط. وانا هنا برضو يا كابتن عايز اقول حاجه، انا هنا بامانه بحيي مستر اجوستي بوش في حاجه بامانه نفسي نتعلمها كلنا. النهارده كريم حاتم نزل اول تغييره ما كانش متوفق، نزله تاني وسابه وفي التغييره الثانيه. هنا دي الفرصه الحقيقيه لو اي مدرب، انا اسف يا كابتن، لا ثقه، اي مدرب مصري يا كابتن كان نزل كريم حاتم ما كانش شاف الملعب لاخر الماتش. انا بتكلم بكل امانه، انما النهارده مستر اجوستي مش بتكلم بقى مصري واجنبي، قال له لا انزل ويلعب وما يهمكش انا واثق فيك. فدي حقيقه يعني سوري. اتفضل يا كابتن. احنا 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 ذكرنا ده في الاول، وقلنا ان الماتش ده ليه استراتيجيه معينه غير الماتشات اللي هي بتبقى فيها حسم وفيها بطوله. هو دلوقتي بيشتري كريم حاتم في الماتش ده، كونك ان انت تسيبه رغم ان هو عمل مثلا تيرن اوفر، رغم ان هو اتردد في كوره او حاجه، انما انت لازم تديله بوش وتديله فرصه ثقه وفرصه حقيقيه. نعم. ويعني الواضح جدا ان هو حتى لما نزل تاني مره برضه كان في ليه وصبر عليه وسابه. كابتن طاهر استاذن حضرتك، خلاص احنا لحظات زي ما حضرتك عارف وقت قليل بين الشوطين، وهنروح لارض الملعب وفي زي ما حضراتكم شايفين الورم اب ما بين الشوطين ابتدى. خلينا نطير لصاله الامير عبد الله الفيصل مره اخرى، نروح مع معلقنا الكبير كابتن احمد مناع لنقل احداث الفتره الثالثه والرابعه. كل التمنيات بالنجاح والفوز للنادي الأهلي خلال الفترة الثالثة والرابعة، فإلى هناك.